السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار إن شاء الله غنتحدثوا على طريقة الفطام. هاد الصغار راهم وصلوا لمرحلة الفطام، ها هما كما كتشوفوا الوزن ديالهم باقي ما وصلش لمرحلة الفطام مزيان، ولكن منين كنعبرهم راهم مزيانين، يعني بصحة جيدة الحمد لله. دابا نشوفوا القضية ديال كيفاش غادي نفطموا هاد الصغار هادو. شحال من واحد كيفطم على 25 يوم، كاين اللي كيفطم على شهر، يعني 30 يوم. فوقاش خصنا نفطموا على 30؟ يعني الرقم يعني المثالي وهو 35 يوم. منين تشوفوا 35 يوم عرفوا باللي هذاك راه هذاك هو الفطام الصحيح. اذا هذا هو شحال ديال الفطام، يعني الوزن ديالهم يكون مزيان، يكونوا راضعين منهم مزيان، يعني بصحه جيده. دابا بغينا نفطمهم كيفاش الطريقه. طريقة وهي كالتالي: اولا ما تكون صدمه الفطام. صدمه الفطام هو اننا نشدو هاد الصغار هادو صافي ونحطوهم في الجهه الاخرى من هاد من هاد من هاد الجهه، انتما كما كتشوفوا الجهه المقابله راه كاين حاط واحد الذكر تمايا، ولكن غادي نحيدو. الطريقه الاولى اشنا هي الطريقه؟ وهي كالتالي: اننا نشدوهم بالام ديالهم ونحطوهم في هذيك الجهه بالام ديالهم في اليومين الاولين ولا ثلاث ايام. من بعد نبقاو نحطوهم في هذيك الجهه الاخرى بدون ما نبيتوهم، يعني في الليل ردوهم ل ل ل ل ل ل يعني ركزوا مزيان في هذه الفكره هذه. يعني علاش؟ لان في الليل هي كتبغي تحتضنهم، وتما فين كتبغي ترضعهم، غالبا ما كترضعهمش في النهار. اذا نبقاو مره تحطوهم في الكاج لهي، يكونوا في جهه مقابله، ماشي شي بلاصه بعيده مثلا تما، لا تحطو او تمشيو تحطوهم في الكاج مثلا هما بعادين على الام ديالهم هنايا، لا ها هي بلاصه الولاده، ها هي بلاصه الصغار، وها هي البلاصه المقابله. هذاك راه كاج واحد اخر، يعني غادي تبقاو تخرجوهم يعني من هذا القفص هذا وتحطوهم في ذاك القفص اللي من تم، يعني بالام ديالهم، يعني حتى الام ديالهم خصها تكون معاهم في البدايه. من بعد توليو يعني ما تبيتوهمش في الليل، يوليو النهار كامل هما في الجهه المقابله، وفي الليل تردوهم عاوتاني هنايا. القضيه الا كانت امهم حامله حاولوا انكم ما تفوتوش 29 يوم، راه حنا هضرنا عليها في الحلقه السابقه. يعني منين تكون الام حامله ما يمكنش هما هي تولد وعاد هما معاها في نفس القفص. اذا بالنسبه للاكل في الاول كيكونوا كيشربوا الحليب، ما خصناش نعطيهم الاكل بزاف مباشره، نقولوا لا غادي يكبروا دغيا، لا هاد المرحله هذه كتسمى مرحله الفطام، ما خصهاش تكون صدمه ديال الفطام. يعني ما التحول من الحليب الخبز او السيكاليم او اي حاجه اخرى خصها تكون بالتدريج، يعني ماشي تعطيهم مباشره الخبز والشعير والذره والسيكاليم، هاد الحوايج تعطيهم لهم في مرحله ديال التسمين. يعني في هذه المرحله هذه انتم كما كتشوفوا هذه كتسمى مرحله ديال التسمين، انا كنعطيهم كميه كبيره. اما بالنسبه لهذه المرحله هذه ممكن انكم تشوفوا شفتوا هذه العلافه هذه، ها هي شوف الخبز راني داكو لهم مزيان ومعليه باش يبقاو هما يطلعوا وياكلوا منهم هذاك الخبز المدقوق مزيان، ولكن بنسب قليله، يعني ماشي انا في هذه المرحله هذه راه كيرضعوا منهم، غادي يوليو مره يدخلوا للعلافه، انتم العلافه ياكلوا منها ولكن بنسب قليله. علاش؟ باش ما يجيهمش انتفاخات ما يتنفخوش الله يحفظ، وثانيا ما يجيهمش الاسهالات، والاسهالات اكثر ما تبقاش تخلطوا لهم مثلا داك الحوايج ديال الربيع ولا الحوايج الخضراء هما عاد صغار. انا ديما كنقول غير ذوقوهم اي حاجه، ذوقوهم منها مثلا شويه ديال الخص خرجوهم وعطيهم شويه ديال الخص، خليو الام ديالهم بعيده عليهم لان كتاكل لهم الماكله ديالهم، عطيهم شويه ديال الخص خليهم يذوقوا منه. قشور ديال البنان عطيهم قشور البنان، اللقامه ديال اتاي حلوه ماشي مسوسه عطيهم كذلك، معلقه ديال العسل في الماء معليش حتى هي ماشي مشكل، ولكن بنسب قليله. هذه المرحله هذه راه كتكون مرحله قبل الفطام، راه مرحله صعيبه، يعني ملي كتكون مرحله الفطام الا مشيتو حتى فرصتو عليهم مباشره كيجيو من انتفاخ بعدا في الاول.
انتفاخ اسمو كيوقع فيه انكم كتعانيو معاهم باش تردوا من الحاله الطبيعيه ديالهم صعيبه. اذا حاولوا انكم تتعاملوا مع هذه المرحله، راه اخطر مرحله، يعني هي مرحله تجاوزيه من مرحله قبل الفطام الى بعد الفطام. هذه حاولوا انكم تركزوا فيها مزيان، ما تحاولوش تزربوا وتعطيهم كميات كبيره من الاكل في الاول، غير عيشوهم، حاولوا انكم يعني تتعاملوا معهم مزيان حتى يوصلوا للمرحله ديال التسمين، وديك الساعه بغيتوا تسمنوا ماشي مشكل، باش يوصلوا باش تجهزوهم للبيع. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا تتعاملوا بذكاء مع هذا الكائن الصغير، لا يعني الامهات الذكور لا الصغار، حاولوا انكم كل حاجه تعطيوها حقها في هذا المجال ديال تربيه الاناني. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.